السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني مقرر اليوم لازم أخلص هذا الشابتر حتى ننتقل للشابتر الثامن. طبعا حتى أنت تعمل prepare حتتحضر الفايل سيستم للACL. طبعا في كثير من الناس أحب أنبه لكم شيء، لازم تعرف اللغة الإنجليزية في امتحان الRCSA، لازم تعرف الامتحان الإنجليزية، لازم تعرف اللغة الإنجليزية، لأنه الامتحان باللغة الإنجليزية لا حد لا يسألني كثير من أسئلة. أوكي أستاذ أنا أعرف اللغة العربية ما أعرف إنجليزي، ممكن أمتحن ريدهات؟ يا أخي كيف أمتحن ريدهات؟ ما راح يجيك الامتحان باللغة العربية، حيجي الامتحان باللغة الإنجليزية. فتعود من عندي المصطلحات الإنجليزية، ما أحب أعرب المصطلحات الإنجليزية في بعض الأماكن، ما بتنفع. لا يخدعوك، لا يكذبون عليك. كثير للأسف من العرب، ليس الكل، لأن أنا أيضا عربي، كثير من عندهم للأسف في منتديات في مجتمعات وبيعملوا نفسهم غونو وبيعملوا نفسهم إلى المصادر الحرة والمفتوحة. ثق واعتقد لما بتجيهم بأرض الواقع ما بيعرفوا شيء. فقل من عندهم ممتازين جدا، رائعين جدا، متعامل أنا معهم. فاللي يجي يقول لك انه والله هذا بالعربي هيك شيء، لا تعربها بليز، لانه هاي اكو اشياء تقنيات استحدثت صعب تعريبها، حاول تحفظ عليها باللغة الانجليزية. هذا وصيتي لك، هذا نصيحتي لك. وصيتي لك؟ انا راح اموت؟ ما اعرف. المهم هذا نصيحتي لك، لانه حيفيدك كثير انه تتعامل مع اللغة الانجليزية، خصوصا انه انت ممكن تيجي لك عرض في دول خارج، ليش لا؟ فاكيد لازم تتعلمها باللغة الانجليزية. المهم قبل أن نبدا انه احنا نشتغل على الاي سي ال، مفروض من عندك انه انت تحضر الفايل سيستم اللي يتقبل الاي سي ال، بيدعم الاي سي ال. قبل انه احنا ندخل بالفايل سيستم الميتا داتا، بنحتاج الى انه احنا نعملها اكستند، لذلك ليس دائما الديفولت السيستم اللي عندك انت ريد هات، مو شرط انه الديفولت هو بيدعم الاي سي ال. يعني مو شرط انه الفايل سيستم اللي انت عندك اكزيت مثلا اكزيت 3 اكزيت 4 مو شرط انه هو يدعم الاي سي ال. فاذا هنا انا خلال السيتنج للاي سي ال للفايل سيستم، انت حتعمل مجموعه حتحصل على مجموعه اوبريشنال، ممكن ما يعني مثلا ممكن تعمل تنفيذ ويقول لك هذا الاوبريشن نوت سبورتد مسج، اوكي يجي لك مسج يقول لك هذا نوت سبورتد. اوكي فالفايل سيستم ممكن انه يحتوي على نقص في دعم الاي سي ال. حتى تصلح هذا الشيء بتحتاج الى انه انت تعمل اد للكوماند اللي هو اي وين اي سي ال، اوكي اي سي ال ماونت، انه انت تجي تعمل ماونت لتدمج اجزاء السيستم عن طريق الاي سي ال اوبشن. حتكون هذا موجوده طبعا وين؟ هذا حتكون في موجوده في الاي تي سي اف FS tab. اوكي حيكون في هذا الباث بهذا المسار او بهذا الفايل بالذات FS tab. جميل، احنا طبعا هذا فقط ملاحظة انا بعطيكم اياها كثيوري، حنشوف العمل كيف راح نستخدمها. لذلك انت عندك الفايل سيستم مفروض من عندك انه يكون mounted مربوط بالسيستم. mount بمعنى انه مربوط في السيستم او الفايل سيستم مربوط بهذا النظام على شكل ACL او بيدعم ACL. وحناخذ كيف، اكيد حناخذ بشكل اوسع ادارة البارتيشن في اللينكس في شابتر خاص لها، عنده شابتر خاص لها. نعم البارتيشنات براحتنا اوكي، بس لكن هاليوم او فكرتنا احنا لهذا الشابتر هو فقط ACL، كيف ندعم ACL حتى نعمل access control list. الاوبشنز او الباراميترز او الاشياء اللي عايده للاي سي ال، فيك انه انت تدخل على هذا الاي تي سي اف اس تاب، فيها كل المعلومات اللي انت بدك اياها. بس قبل هذا الشيء انه مفروض انه نحن كيف نعمل changing وفيو، تغيير وعرض للاي سي ال سيتنج باستخدام السيت اف اي سي ال اللي اخذناها بالدرس السابق والجيت اف اي سي ال. حتى نعمل اي سي ال تحتاج ان انت الى هذا الكوماند اللي هو set acl set facl، تحتاج هذا الكوماند حتى تشوف ال acl setting اللي موجوده. كذلك حتحتاج الى ال get f acl حتى ايضا تعرف الكونفيجريشن الموجود في السيستم، وكذلك ممكن عن طريق كوماندنا الرهيب اللي هو ls minus l اللي بنستخدمه، بنلاحظ انه بنستخدمه باكثر من مره وباكثر من شابتر.
طبعا ال LS-L هذا ما بيدعم وما بيظهر لك ال ACL اللي موجود في الفايلات، اوكي؟ فقط بيشوف لك مثلا بعد هذا الليستنج شو البيرميشنز اللي موجوده. يعني احنا بالليس ما نسال شفنا البيرميشنز اللي موجوده انتكيتس للاي سي ال للفايل، ما راح نستطيع نشوفها، فقط البيرميشنز اللي موجوده فيها. قبل لا نعمل السيتنجز للاي سي ال دائما افضل شيء تعمله انت جود ايديا انه تشوف الاي سي ال كرنت اي سي ال باستخدام الجيت، بتشوف اول شيء الاي سي ال، هذا بيخليك تشوف الجيت اف اي اي سي ال، حيخليك تشوف الكرنت كونفيجريشن او كرنت سيتنج للاي سي ال اللي موجوده. وممكن هذا ناخذها باكزامبل، يعني مثلا احنا اليوم ممكن نستخدم ls minus l، كذلك ممكن نعرضها بالجيت اف اي سي ال. خلونا نشوف المقارنه، ليش نتكلم كثير، خلونا نشوف المقارنه 6 دقائق فقط، بس ممكن هذا الاكزامبل نضيفه وياهم. حتى نعمل تشيك للبيرميشن باستخدام ال ls minus l، ls minus l لل مثلا داير، ما موجود في شيء اسمه داير. اوكي شو هو pwd؟ احنا عندنا ls فور اكزامبل، احنا عملنا مثلا فور اكزامبل mk داير، mk داير اسمه سلاش داير permission deny لانه احنا ما عدنا sudo. اوكي عمر، لا عمر يمكن ما يسمح لانه هو مو من السودريز فايل، ما يسمح هذا الشيء. خلنا نرجع لي محمد، خلنا نرجع لمحمد، محمد هو admin. اوكي clear. اوكي خلنا نرجع نكتب هنا ls او mk داير مثلا، خلينا نعمل دايركتوري اسمه داير، جميل. خلونا نكتب هنا sudo محمد، that's it. خلينا نكتب اوكي خلونا نشوف ls minus l لل داير التوتال 0 لانه احنا ما حطينا هنا d directory. هسه راح يظهر لنا اياه ls minus ld، حيظهر لنا الخصائص للدايركتوري. ما بينفع نعمل ls لهذا الدايركتوري لانه حيعرض الخصائص اللي موجوده في داخل هذا الدايركتوري، الفايلات هذه يتعامل مع الدايركتوري، اوكي الفولدر. اذا هذا بيظهر لنا الخصائص مال ال هذا الدايركتوري، البيرميشنز اللي بتحملها. طب خلونا نشوف اذا احنا جينا كتبنا هنا get facl، get facl للداير، لاحظ هنا بيطلع لنا مجموعة أشياء. أولاً بيقول لك get facl removing leading هذا slash from absolute path names، file dir، ال owner هو الروت، الجروب هو الروت، اليوزر هو read write execute، الجروب لهم حق في أنه يقرون وينفذون فقط، ال others لهم حق فقط أنه يقرون وينفذون، ما لهم حق في الكتابة. إذا ال get، نلاحظ الريزلت باستخدام الجيت اف اي سي ال كوماند، بنشوف البيرميشنز مثل ما نلاحظ على شكل 3 ديفرنت انتريز، اوكي انتيتيز عفوا، اليوزر موجود عندك، عفوا الاونر اللي هو اليوزر موجود عندك، والجروب خصائصهم او عفوا منا ممكن ايضا نتابعها، اليوزر والجروب والاذر، 3 ادخالات انت عندك، جميل. فخلونا نضيف الاي سي ال مثلا انه يسمح انه يعمل ريد، وبنلاحظ انه هنا باضافه الاي سي ال انه بيسمح انه يعمل ريد واكسكيوت بيرميشن للجروب، اوكي ذس از نمبر 1. بس خلونا نوقف هون لانه احنا تجاوزنا، ونكمل هذا الاكزامبل بالدرس القادم. مع السلامه.